نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. روى الحاكم في المستدرك عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله في مركز إكرام الموتى بمحافظة الخبر والمجاور لجامع الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. فأبدأ بالأمر الأول وهو كيفية تغسيل الميت. يقوم المغسل بداية بستر ما بين سرة الميت وركبتيه وجوبا، ثم يقوم المغسل بتليين مفاصل الميت، ويرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه نصف إقعادة. والسبب في ذلك هو لإخراج ما يمكن أن يخرج. يقوم المغسل بصب الماء بكثرة، ثم يلف على يده اليسرى خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء، ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فاه ولا أنفه، لا يدخل الماء فم الميت ولا أنف الميت. يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر بدءا من الغسلة الأولى، ثم يغسل ميامن جسده، صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه اليمنى وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأنه يطيب بدن الميت ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره. وبعدما ينتهي من تغسيل الميت ينشف بثوب ونحوه، ويظفر شعر رأس المرأة 3 قرون ويسدل من ورائها. أما عن تكفين الميت، تبسط اللفائف 3، توضع 3 لفائف تحت الميت بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالحنوط، والحنوط هو الطيب، وهذه كلمة نسمعها دائما في مراكز كرام موتى، هي معناها الطيب، ويجعل منه في قطن بين إليتي الميت، ويشد فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه
أذنيه وعلى مواضع سجوده، جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ومغاب الإبطين وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، الجانب الأيسر إلى أن تصل للجهة اليمنى، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يعقد على اللفائف لئلا تنتشر، يعني يعمل عقد، يوضع خيط وعقد على اللفائف حتى لا تنتشر ولا تفتح، وتحل العقد في القبر طبعا، وفي القبر لا يكشف عن وجه الميت ولا يكشف عن أي شيء من جسده، إنما تحل العقد فقط. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه. أذكر بالصلاة على الميت. يقول الإمام: ويسن جعلهم 3 صفوف، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويتعوذ بعدها مباشرة ولا يستفتح، يعني ما يقول دعاء الاستفتاح. الله يسمي ويقرأ الفاتحة، يعني يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ممكن يقرأ سورة قصيرة بعد ذلك، مثلا سورة الإخلاص، سورة العصر، السورة القصيرة، ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو الميت بما ورد ومنه، هناك أدعية كثيرة، ثم يكبر الرابع ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ويقف بعد ذلك قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. طبعا هذا بالنسبة للصلاة على الميت. بقي دفن الميت، طبعا هو يستحسن يكون هناك لحد، واللحد هو فتحة جانبية يوجه الميت للقبلة ويوضع على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن في القبر وتبقى مكانها، ولا يكشف شيء من جسد الميت لا وجهه ولا غيره. يوضع على اللبنات، طبعا يوضع اللبن، ويوضع على اللبنات طين لتثبيتها وكذلك لسد الفتحات الموجودة فيما بينها، وبعد ذلك يهال على الميت التراب. وينبغي أن يحرص من حضر على المشاركة في الدفن بما أراد ب3 حفيات أو أقل أو أكثر حسابا للأجر وطلبا للمثوبة. فيستحب أن يقف الإنسان بعدما يفرغ من الدفن يدعو الميت، فإن الميت ينتفع بالدعاء، لحديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا عند السؤال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.